الآن مع أولى صولات الشعر مع شاعر أهل البيت الشاعر الأستاذ مجتبى التتان، فاستقبلوه محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. لما يزيد همك وانت وسط هوال وتلاقي لك انت تشيله ما ينشال، لما يزيد همك وانت وسط هوال وتلاقي لك انت تشيله ما ينشال، ولما تشوف دم الابرياء يسيل في دور العباده والجرح شلال، ومن تلقى الضحايا تطيح مثل ورود وتتناثر جثث الكبار والأطفال، صيح بحق محمد والوصي حيدر يا رب انتقم من قاتل الآمال، ويم طيبة توجه وارفع يدينك وصل على النبي خير البشر والآل. من عامي 571 وحتى هذا العام على الذكرى تمر سنين وأيام، 1450 للعام على الذكرى تمر سنين وأيام، 1450 للعام، وعبد المطلب مستبشر يسير إلى الكعبة وحفيد نور للشام، قصر كسرة تصدع وانطفت نار كرامة لرسول الله وللإسلام، من المثل بلغ سابع سما وكان يم السدرة عن تشريف وإعظام، سبحان اللي أسرب عبده في الليل لبيت المقدس وسجل حدث هام، صلى ركعتين وصلى جبريل وعن أجر الصلاة انكتبت أرقام، وصار المسجد الأقصى يصلي على المختار والب مر الأيام. على خطاكم بحبل الله نعتصم، فأنتم المبدأ السامي وعندكم علم تضاء به في العالم الظلم، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. بكم وجه الزمان يشع بشرا، فأنتم من يحيل القفر نهرا ويزرع حوله عشبا وزهرا، كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول، ذي سدرة في سماء الله قائمة كريمة وبما جادت مساهمة، خيراتها لخيار الناس قادمة، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر. أنا من بين من عشقوا وذابوا بحب أئمة حسنوا وطابوا، دعاؤهم الدعاء المستجاب بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. ويقول الشاعر أيضا في تخميس بيت الناشئ الصغير، يقول بنو المختار هم للعلم باب، لهم في كل معضلة جواب، إذا وقع اختلاف واضطراب بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب. بهم تلقى الجميل من السجايا وصبرا حين تزدحم الرزايا، فهم سفن النجاة من المنايا وهم حجج الإله على برايا، بهم وبجدهم لا يستراب. من يوم الولادة احنا بايعناك لآخر نفس بينا يا أبو الزهرة، وعاهدناك
نبقى للأبد أنصار، وبس من الله نطلب عونه والنصرة، وتابعنا المواقف من بعد عينك ورصدنا اللي عليهم هانة العشرة. ترى الباعة وصيتك باعة والأقصى، وبراءتنا من الخانوق كل مرة، لا يمكن في يوم نصافح المحتل عار علينا والصافح شنو عذره، لا يمكن نعين الظالم بمشروع، ومن التاريخ نبقى ناخذ العبرة. ما يعرف هزيمة اللي يحملك نبراس، وما يذرف على الماضي دمع حسرة، لأنك للأمم منهج من الأخلاق، وإحنا وياك مرتبطين بالفطرة، طبيعتنا الكرامة ونرفض الإذلال، وتشهد على المحبة بدمنا كل قطرة، ومثل عمار نتحمل أذى ونفديك، ومثل أول فداء بليلة الهجرة، ركائزنا العدل والحكمة والإحسان، وعلى استرجاع حقنا نملك القدرة، ومن تشتد علينا وتصعب الأحوال نصلي على النبي المختار والعترة. يسمعك كلمة حلوة وطيبة، ويمسح جرحك بشفة وطيبة، نبينا اللي سكن مكة وطيبة، ومن أنوار نورها الثرية، أهل بيت النبي نجمات بسماي، تظل أسماءهم مقرونة بسماي، بسمي بسماي، وما يروي ضم العطشان بسماي، هم يروون بالشربة الهنية، أألف في النبي وآل دواوين، شعر يملى المجالس والدواوين، ولو هذا القلب يمرض دواوين، دواه زيارة الهادي ووصية، دواه زيارة الهادي وصية خادم. أألف في النبي وآله شلون خادم. يسمعك كلمة حلوة وطيبة، ويمسح جرحك بشفة وطيبة، نبينا اللي سكن مكة وطيبة، ومن أنوار نورها الثرية، أهل بيت النبي نجمات بسماي، تظل أسماءهم مقرونة بسماي، وما يروي ضم العطشان بسماي، هم يروون بالشربة الهنية، أألف في النبي وآله دواوين، شعر يملى المجالس والدواوين، ولو هذا القلب يمرض دواوين، دواه زيارة الهادي وصية. رزقنا الله وإياكم الوصول، وأعادكم على مثل هذه الأيام بأحسن الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب الله أنفاسكم أستاذنا العزيز، وجمعنا الله وإياكم تحت ظله الظليل في جنات النخيل مع محمد وآل محمد.